الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوفه الكرام الكابتن ميشو امام عبد البديع نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، والكابتن محمد السيد سليمان سلعاوه كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر في الثمانينات وهداف لوس انجلوس دوره الالعاب الاولمبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من استاد القاهره صاله رقم 1 وقناه النادي الاهلي قناتكم المفضله. نقل جيم 2 مباراه الاهلي والاتحاد، ديربي جديد من ديربيات كره السله في نهائي دوري السوبر لموسم 23-24. نستعرض مع بعض كده التشكيل سريعا. الاتحاد السكندري مايكل ديكسون 0، عبد الرحمن خالد 1، يوسف شحاته 3، هيثم كمال 6، كابتن نادي الاتحاد احمد عادل دوله 7، ميدو طه 9، انس اسامه 10، يوسف شوشه 12، احمد ابو العلا بيبو 14، ياسر صالح 20، علي احمد 42، وباسم الليسي رقم 11. القاده الفنيه للكوتش احمد عمر ومساعداه كابتن احمد عبد الوهاب بيبو وكابتن هيثم كامل. اما النادي الاهلي اليوم فتشكيله عفوا محمود وليد 12، براندون 1، عمر عزب 3، ايهاب امين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، الكابيتانو سيف سمير 8، كيجو 10، كريم حاتم 11، احمد مهيب 14، ابو النصر 23، والبيج او عمر طارق رقم 55. القاده الفنيه للكوتش اوجوستي جولبي بوش ومساعداه كابتن احمد الجرحي وكابتن رامد ياسي، كابتن طارق الغنام مديرا الفريق، والكابتن وليد الخراط اداريا. على بركه الله بدايه احداث جيم 2، افكر حضراتكم بالمباراه الماضيه جيم 1 الذي اقيمت اول امس، فاز نادي الاتحاد على النادي الاهلي في مباراه في جيم 1 71-69 بفارق النقطتين في جيم 1. بدايه احداث فتره اولى وكوارتر الاول في جيم 2 على بركه الله. الستارت لاين اب للنادي الاهلي شايف براندون وعمرو زهران، عمرو الجندي، وايضا احمد مهيب، كوتش اوجوستي، ولحظات تركيز قبل المباراه. عمرو الجندي، هاب امين، براندون، مصطفى كيجو، والخامس سوف نراه الان. كوتش احمد عمر وتعليمات قبل بدايه احداث الكوارتر الاول. عمرو الجندي متواجد في ارضيه الملعب، مهيب يبدا اليوم في الستارت لاين اب. لعب في اول احداث الكوارتر الرابع لمده 8 دقائق، سجل فيهم 9 نقاط في احداث جيم 1. حكام اللقاء النهارده جاتس سالينز من لاتفيا، مارتنز كوزولوفاكس من لاتفيا ايضا، روبرتو فاسكيز من بورتريكو. تعليمات اخيره من الكوتش اوجوستي للبوب ايهاب امين. في التوقفات هنقول لحضراتكم على بعض الارقام والاحصائيات سواء كانت خاصه بجيم 1 او بجيم 2. كوتش احمد الجرح وتعليمات اخيره لايهاب امين. يعول عليه جماهير النادي الاهلي النهارده للرجوع الى المستوى المعهود، صاحب اقوى ستيل على مدار تاريخ كره السله في كاس العالم امام منتخب الاردن في كاس العالم الماضيه. تشكيل نادي الاتحاد او الستارت لاين اب لنادي الاتحاد: ياسر صالح، انس اسامه، احمد ابو العلا بيبو، يوسف شحاته، ومايكل ديكسون. ده الخماسي اللي هيبدا بيه كوتش احمد عمر. ثواني ونبدا احداث الكوارتر الاول في جيم 2 نهائي دوري السوبر موسم 23-24. جامبول اول واخير، والحيازه اتحادويه تصل الى يوسف شحاته، بيسلم بدوره على طول لمايكل ديكسون. ديكسون في بدايه الهجمه، ديكسون مان تو مان نادي الاهلي، سلم على طول انس اسامه على هاي بوست، واول محاولات واول اترايات، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على مصطفى كيجو. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي عن طريق مصطفى كيجو، واولى رمات الحره والفري ثرو لصالح انس اسامه. لو استاذن زمايلنا في الكنترول نسمع صوت الملعب. انس اسامه على الفري ثرو الاول، اير بول لا يسجل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لانس اسامه. لا يسجل ايضا، سكند شانس كده عند بيبو، يسلم ليه
انس اسامه ويبدا الهجمه مره ثانيه عن طريق يوسف شحاته على الاوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش. ياسر صالح سكند شانس اوفنسيف ريباوند اكسترا باص عند يوسف شحاته في البيز لاين يطلع الكيك اوت على الهاي بوست مره ثانيه يوسف شحاته على السكند شانس ديفنس ال 3 بوينت ما يسجلش. الستيل موجود من ايهاب امين اللي بينجح انه يخطف ويعمل الستيل الاول في المباراه. يستلم ايهاب امين مره ثانيه ايهاب على 3 بوينت ايهاب امين لكن لا يسجل. يوسف شحاته ديفنسيف ريباوند يبدا الهجمه يوسف شحاته وادي ستيل ثاني من ايهاب امين. ايهاب في الاول ذا واي ايهاب رايح ايهاب لكن لا يسجل وينجح انه ياخذ خطا شخصي وفاول على يوسف شحاته لاعب نادي الاتحاد برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين 32 دقيقه و44 ثانيه في جيم 1 سجل فيهم 11 نقطه في احداث الجيم الاول او المباراه. ايهاب امين بعد الستيل في الاول زوايا هنا وادي الخطا الشخصي على يوسف شحاته. ايهاب على الفري ثرو الاول والرابع الحره الاولى ينجح في تسجيل اولى النقاط ويفتتح معها نقاط اولى احداث الكوارتر الاول. فري ثرو ثاني ورمية حره ثانيه ايهاب امين ينجح ايضا في التسجيل. يبدا ديكسون على طول الهجمه مايكل ديكسون فدقيقه من احداث الكوارتر الاول. مايكل مع براندون مايكل ديكسون في الاختراقات في البنتريشن على الكيك اوت وهذه خطا شخصي هنا على مين؟ على براندون تشيلدرس النادي الاهلي المحترف الامريكي. ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي. شخصي اول على كيجو خطا شخصي ثاني على براندون على الهاي بوست كيك اوت عند ياسر صالح على 3 بوينت ما يسجلش. اوفنسيف ريباوند ولا اروع من البوب ايهاب امين يبدا الهجمه ايهاب ايهاب بالسكرين مع كيجو ايهاب مره ثانيه بالسكرين ايهاب لسه ايهاب عند عمرو الجندي فاضي عمرو الجندي يهوش معاه مهيب لسه عمرو الجندي عمرو في الدرايف واحد على واحد باك سبين على الكيك اوت هنا على طول لبراندون. براندون يعمل الدرايف براندون من البيز لاين براندون يروح براندون يسجل براندون 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي لكن هنا سلامات لبراندون في حاجه وصل في خبطة هنا اعتقد في التواء في الكاحل بالنسبة لبراندون سبرين انكل على براندون. سلامات لبراندون. براندون تشيلدرس سجل 16 نقطة في احداث جيم 1 لعب 35 دقيقة 31 ثانية وكان توب اسيست في المباراة بست اسيست عملهم براندون تشيلدرس. نرجع للمباراة مرة ثانية مايكل ديكسون تحت الباسكت بيبو بيبو يطلع كيك اوت يوسف شحاته. يوسف شحاته على 3 بوينت ما يسجلش يلم مره ثانيه ديفنسيف اوفنسيف ريباوند بيبو ويحاول يطلع على الباسكت ما ينجحش في التسجيل يزق كده وتصل لايهاب امين. ايهاب في الديفنسيف ريباوند بالفاس بريك على طول براندو بالسكرين يستلم عد عكس السكرين لسه براندو مع الكوره لعمرو الجندي. عمرو الجندي في ال 1 1 مع احمد ابو العلا بيبو يستطيع الاختراق يستطيع الوصول يستطيع التسجيل. عمرو الجندي يفتتح اولى نقاطه في احداث كوارتر اول بست نقطتين يعلي بيهم الفرق ست نقاط لا شيء لصالح النادي على مايكل ديكسون مره ثانيه يبدا الهجمه. مايكل كيك اوت هنا عند يوسف شحاته بيز لاين يستلم ياسر صالح على الهاي بوست مره ثانيه ليه انس اسامه. انس اسامه في الدرايف لكن هنا دفاع قوي من النادي الاهلي يستلم على طول لكن هنا في صافره وخطا شخصي وفاول. عمرو الجندي ينجح في الحصول على خطا شخصي لصالحه الخطا الشخصي على انس اسامه. تايم اوت يطلبه كوتش احمد عمر. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. 7 دقائق 27 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول سته الاهلي لا شيء الاتحاد. عندك
انتهى التايموت اللي طلبه كوتش احمد عمر. نعود الى المباراه 6 لا شيء لصالح النادي الاهلي. فاوله اخير كان على انس اسامه. 6 نقاط استطاع النادي الاهلي تسجيلهم عن طريق براندون وايهاب امين وعمرو الجندي. جيم 2 في نهائي دوري السوبر لكره السله موسم 23-24. بدايه الهجمه عند براندون تشيلدرس. براندون يبدا الهجمه، يتالق قبضه على طول يوسف شحاته. نفس الخماسي اللي بدا بيه كوتش احمد عمر، نفس الخماسي اللي بدا بيه كوتش اوجوستو. عمرو الجندي على 3 بوينت، عمرو الجندي في اولى الثلاثيات، اولى الافتتاحيات في الثلاثيات، عمرو الجندي ينجح في التسجيل. اللي هنا ترانزيشن كان اسرع، نقدر النادي الاهلي عن طريق كيجو نقطع الكوره وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 9 نقاط مقابل لا شيء بثلاثيه عمرو الجندي. تغيير في صفوف الاتحاد، هيثم كمال بدلا من بيبو، احمد عادل دوله بدلا من يوسف شحاته. عشر نقطة لهيثم كمال واحمد عادل دوله في جيم 1. انس اسامه في البيز لاين يعمل الاختراق، يطلع كيك اوت لياسر صالح، يعود مره ثانيه على الهاي بوست، قطع له هيثم كمال، لكن هنا دفاع قوي من احمد مهيب بينجح انه ياخد اللاست تاتش على هيثم كمال والاوت سايد للصالح الاهلي والاهلاويه. اوت سايد اهلاوي، 6 دقائق 59 ثانيه على نهايه احداث كوارتر اول. يضغط نادي الاتحاد مان تو مان. دوله يتولى القبض على طول براندون. براندون عدى بالسكرين، براندون سلم عمرو الجندي، عمرو الجندي بالسكرين مع كيجو، عمرو الجندي بيك اند رول يطلع على طول لايهاب امين، ايهاب امين على 3 بوينت ايهاب لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول دوله يبدا الهجمه. دوله يتولى القبضه هنا ويعطل الترانزيشن ايهاب امين. ايفان دوجو كده سريع ما بين لاعبي نادي الاتحاد، تصل عند ديكسون، ديكسون على اوبن شوت في 3 بوينت ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول لنادي الاتحاد. بدايه الهجمه عند النادي الاهلي. عمرو الجندي يسلم لايهاب امين، ايهاب في ال1 اون 1 لسه ايهاب سكرين مع كيجو، سكرين مره ثانيه مع كيجو، درايف ايهاب في دوي وتو شوتس وميديم شوت ينجح في تسجيلها. ايهاب اميني على الفرق الى 11-3 لصالح النادي الاهلي. مايكل ديكسون يسلم على طول انس اسامه، انس اسامه بالهوك يروح على الباسكت لكن ما ينجحش في التسجيل. ايهاب امين الريباوند الثالث في احداث كوارتر اول. يبدا ايهاب، ايهاب لعمرو الجندي، بنتريشن عمرو، وصول عمرو، راح عمرو لكن لم يتم احتساب شيء، يلم على طول هيثم كمال ويطلع لانس اسامه. انس يقلب الملعب على طول لديكسون، ديكسون في البنتريشن من البيز لاين، يروح انس اسامه يسلمه وينجح في تسجيل نقطتين، يدعي الفارق الى 6 نقاط 11-5 لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين وبدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه. ايهاب من تبان نادي الاتحاد يسلم على طول لبراندون، براندون براندون عدى براندون، اولى الثلاثيات لبراندون والمحاولات لكن ما ينجحش في التسجيل، يحاول معها كيجو لكن تصل الى دوله، دوله يبدا الهجمه في الاول زاويه، دوله يسلم لانس اسامه، انس طلع كيك اوت هنا عند في الميديم عند هيثم كمال اللي بيشوط ما بينجحش في التسجيل، تصل عند مهيب يلحق مهيب لكن ما يلحقش مهيب الاوت اوف باوند كده او دايس اللاين وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. خطا شخصي هنا، هل هنا خطا شخصي؟ لا 14 ثانيه جديده، 14 ثانيه طبقا لاشاره مارتنز كوزليفاكس التي اتمنى النادي الاهلي. يبدا مايكل ديكسون جرب محاوله مره ثانيه على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، براندون على طول ديفنسيف ريباوند، براندون سيطر على الكره براندون ويسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي يبحث عن مهيب ايهاب امين يقلب على طول لكيجو، كيجو لبراندون، تو مانز على طول مع براندون وكيجو، لسه براندون نجح انه ياخذ براندون، خطا شخصي وفاول على مايكل ديكسون، اولى الاخطاء الشخصيه على مايكل ديكسون. في الجولد نادي الاتحاد 8 محاولات نجح في تسجيل 2، اما النادي الاهلي 7 محاولات نجح في تسجيل 8 نجح في تسجيل 4 بنسبه 50%، اما نادي الاتحاد نسبه 22%. في 3 بوينت الاهلي 4 محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل واحده، الاتحاد 5 محاولات نجح في تسجيل واحده ايضا. كيجو يستلم الكره، يبدا الهجمه كيجو، يسلم لبراندون، براندون وكيجو، براندون، براندون 3 بوينت، براندون اون 3 بوينت، براندون تشيلدرس ينجح في تسجيل ثلاثيه ثانيه للصالح النادي الاهلي. دوله في البنتريشن من البيز لاين لكن هنا في خطا شخصي وفاول على عمرو الجندي. ثلاث الاخطاء الشخصيه بعد هنا براندون، ثلاث اخطاء شخصيه على النادي الاهلي
ثلاثيه براندون. خمس نقاط استطاع تسجيلهم براندون في احداث كوارتر اول، 14-5 لصالح النادي الاهلي، 4.5 على نهايه احداث كوارتر اول. هيثم كمان، هيثم لسه، هيثم مع براندون يلف ويرتكز، سلم على طول لانس اسامه، تراي اولى وتراي ثانيه ما بينجحش في التسجيل، تراي ثالثه ما ينجحش، لكن هنا في صافره حكم فيكتور فاسكيز، روبرتو فاسكيز، وخطا شخصي على النادي الاهلي. وشوت صار 200 حرتين لانس اسامه. عمر طارق بدلا من كيجو خرج خمسه فاول الجيم اللي فات، اربع نقاط نجح في تسجيلهم، 8 ريباوند، 1 في الاوفنسيف ريباوند و7 في الديفنسيف ريباوند. دي كانت ارقام عمر طارق اللي لعب 21 دقيقه و16 ثانيه في احداث جيم 1. فريز ثرو اول ورمي حره اولى لانس اسامه لا يسجل، 4 دقائق 22 ثانيه على نهاية أحداث كوارتر أول. بيسلو تاني ورمي حرة تانية لأنس أسامة. يبقى في عادة. يا عادة. بيسلو تاني ولا عادة لأنس أسامة. إيربول وأوتسايد. والحقازة أهلاوية. يبدأ على طول. براندون لسه براندون زون ديفنس نادي الاتحاد، براندون سلم على طول لعمرو الجندي، قد كمان مع اول باص الجندي، درايف بيك الجندي، راح الجندي قلب على طول الملعب لبراندون، براندون اون 3، براندون واند وان، براندون شيلدرس ينجح في تسجيل ثلاثيه ولا اروع، اون 3 ومعها اند وان، وخطا شخصي للصالح النادي الاهلي، ثلاث نقاط لبراندون ينجح في تسجيلهم ثلاثيتين، وياتي في الاخير باند وان ولا اروع. هنا الخطا على مين؟ على مايكل ديكسون، خطا شخصي ثاني على مايكل ديكسون. 17-5 للاهلي والاهلاويه، والاند وان لبراندون شيلدرس. براندون ينجح في تسجيل الاند وان، 18-5 للصالح النادي الاهلي، 3 دقائق 43 ثانيه على نهايه احداث كوارتر اول، وتغيير في صفوف نادي الاتحاد. خرج مايكل ديكسون، خطأين شخصيين عشان بس الناس اللي عارفه ايه سبب خروجه. نزل على طول فودا يسلم على طول باصات سريعه تنتهي عند دوله، دوله في اولى المحاولات على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع من عمرو الجندي، يسلم لايهاب امين، ايهاب درايف، ايهاب بنتريشن، ايهاب كيك اوت عند براندون، براندون يهوش ستيب باك، براندون على 3 بوينت ما بيسجلش، يلم على طول مصطفى فوده، فوده في الاول زاويه، فوده في الاول زاويه، راح فوده نجح فوده في التسجيل، نقطتين لصالح نادي الاهلي. 18-7 للاهلي والاهلاويه، يبدا على طول الهجمه عن طريق البوب ايهاب امين، ايهاب سلم على طول عمرو الجندي، عمرو بالسكرين مع البيك او عمر طارق. عمرو الجندي شخصي وفاول على هيثم كمال يستوجب على طول رميتين حرتين، عدى نادي الاتحاد او خمس اخطاء شخصيه. تو شوتس ورميتين حرتين لعمرو الجندي. عمرو الجندي 8 نقاط في احداث كوارتر اول، عمرو الجندي فري ثرو اول ورمي حره اولى ينجح في التسجيل. بس الفرق الى 19-7 لصالح النادي الاهلي. بيسلو تاني ورمي حره تانية لعمرو الجندي. لا يسجل لكن اوفنسيف ريباوند، هنا في خطا شخصي خطا شخصي على انس اسامه، خطا شخصي على انس اسامه. يخرج عمرو الجندي نزل مكانه، وتو شوتس لعمر طارق نزل مكانه مروان سرحان. عمرو الجندي 6 دقائق 50 ثانيه استطاع لعبهم في الكوارتر الاول، سجل 6 نقاط، ريباوند وحيد، اسيست وحيد، الافشنسي بتاعه 8. خرج انس اسامه ايضا ونزل احمد ابو العلبي. عمر طارق على الفري ثرو الاول الرمي الحره الاولى لا يسجل. فري ثرو ثانيه رمي حره ثانيه لعمر طارق. ثمان ثواني
ينجح في التسجيل عمر طارق يوسع الفارق الى 27 لصالح النادي الاهلي. يبدا دولا الهجم بيكو طه زون ديفنس النادي الاهلي 2 3 على الهاي بوست لهيثم كمال. الكيك اوت عند ياسر صالح في البيز لاين على الاوبن شوت 3 بوينت ما يسجلش، لكن بيبو سكند شانس يقطع كده دولا اللي بيبصيله بيبو وبينجح دولا انه ياخد خطا شخصي وفاول لصالح نادي الاتحاد. تو شوتس لاي من الفريقين، اي فاول دلوقتي مش هيرتكبوا اي فريق برميتين حرتين. دولا على الفري ثرو الاول والرابع الحر خرج ياسر صالح نازل يوسف شوشه نادي الاتحاد رقم 12. دولا على الفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى لا يسجل. 28 دقيقه 21 ثانيه دولا في احداث الجيم 1 14 نقطه يثبتوا على الفري ثرو شايط 7 جايب 3 وادي هنا ينجح في تسجيل الفري ثرو الثاني والرمي الحره الثانيه. 20 8 لصالح نادي الاهلي. براندو لسه براندو سلم على طول لمهيب، مهيب بالهاند اوف على طول مع ايهاب عميد. ايهاب ينتظر السكرين، ايهاب عدى بالسكرين، ايهاب في البنتريشن، ايهاب في الوصول. الكيك اوت لصالح مروان سرحان، مروان لكن بلوك من هيثم كمال لم تاني مروان، مروان في البنتريشن، مروان في الوصول، مروان في التسجيل ينجح في اضافه نقطتين كمان مروان سرحان عشان يوزع الفارق الى 22 8 لصالح النادي الاهلي. 22 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. ميدو طه، هيثم كمال، دولا دولا يسلم على طول لكن يصير ولا اروع من ايهاب امين. ايهاب في بدايه الهجمه على الفاست بريك، ايهاب لسه ايهاب سلم على طول لبراندون، براندون اوبن شوت لكن ما بيسجلش، حاول معاها كده اللاست تاتش كده على هيثم كمال كان بيحاول معاها سكند شانس مروان سرحان لكن اللاست تاتش تنزل وتخبط في قدم هيثم كمال واوت سايد لصالح النادي. دقيقتين متبقيه على نهايه احداث الفتره الاولى والكوارتر الاول 22 8 جماهير النادي الاهلي. مروان سرحان في البنتريشن، مروان بالهوك، مروان بيسجل، مروان ينجح في اضافه نقطتين كمان، مروان يعلي الفارق الى 24 8 لصالح النادي الاهلي. ميدو طه زون ديفنس النادي الاهلي 2 3 ميدو على الهاي بوست كده جاي له هيثم كمال لكن لسه معاه طلع كيك اوت لهيثم، هيثم في البنتريشن ما بينجحش في التسجيل. عمر طارق اوف ديفنسيف ريباوند ولا اروع يسلم على طول لبراندون، براندون براندون في قاده الهجمه، براندون لكن تقع منه يخطف على طول دولا، دولا في البنتريشن، دولا في البنتريشن لكن بلوك ولا اروع من عمر طارق. البيج او السكيب باس عند مهيب، مهيب على اوبن شوت 3 بوينت ما يسجلش. بيبو ديفنسيف ريباوند يسلم على طول لدولا، يهدى دولا على ملعبه ويلعب السيت بلاي، يسلم ميدو طه قاطع له. اوه البلوك الثاني لا 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 بلوك ولا اروع في التوقف عندها لنا يا مخرجنا، تصل الكره على طول لايهاب امين، دفاعات الاهلي قويه في البيز لاين، عمر طارق لكن تتقطع منه تصل الى ميدو طه، السكيب باس عند شوشه، شوشه في البنتريشن، شوشه شوشه يحاول يعدي يروح يصل في الاخير وينجح في التسجيل وياخذ معاه خطا شخصي وفاول على عمر طارق. عمر طارق اثنين بلوك في هجمتين والهجمه الثالثه فاول وخطا شخصي عليه. عمل بلوك امام احمد ابو العلا بيبو لاعب نادي الاتحاد رقم 14. أربعة وعشرين عشرة للنادي الاهلي. لسه بالفري ثرو لاول فاول شوتنج عند نادي الاتحاد 6 سجل محاولة وحيدة بنسبة 16%، الاهلي 7 محاولات سجل 5 بنسبة 71%. توتال في الريباوند الاتحاد 14 الاهلي 12. شوشة لا يسجل. رمية أخيرة 51 ثانية متبقية على نهاية الكوارتر الأول. شوشة ينجح في التسجيل، ده الفارق إلى 24 11 لصالح النادي الأهلي. براندو في السيت بلاي، براندو يبدأ الهجمة، براندو
كمان دون بالسكرين، دفاع قوي من دولا، عدى بالسكرين، لسه سكرين تاني راندون، راندون على الميديم شوت، راندون يشوط لكن قصيره يلم البيك او على طول، روعه الروعه عمر طارق، باك سبين وباك لاب برو، مفيش اروع من كده، ينجح عمر طارق في تسجيله واضاف النقطتين مره تانية لصالح النادي الاهلي. ميدو طه اوبن شوت في 3 بوينت، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. ميدو طه ستة وعشرين أربعة عشر للصالح النادي الأهلي، ثواني أخيرة متوقعة على نهاية أحداث الكوارتر الأول. سكيب باس أو لكن هنا خلاص انتهت أحداث الكوارتر الأول بتقدم النادي الأهلي 26-14 للصالح النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين الصراحة ما بين أحداث كوارتر أول وتاني نعود إليكم سريعا نستمتع بها بالتعليمات والإعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أعزائي المشاهدين لبداية أحداث كوارتر تاني في نهائي دوري السوبر بيست اوف فايف، والنهارده جيم 2 واللي ما كانش معانا انتهت أحداث الكوارتر الأول بتقدم النادي الأهلي 26-14. يمكن في أحداث جيم 1 انتهت الكوارتر الأول بنتيجة 18-11 لصالح النادي الأهلي أيضا. راندون، عمر طارق، مرعون سرحان، عمر عزب، عمرو الجندي، خماسي النادي الأهلي، علي أحمد، دولا، يوسف شوشة، هيثم كمال، نشوف الخامس مين؟ خماسي نادي الاتحاد. وتشو جوستي والحيازه التبادليه للصالح النادي الاهلي. وبركه الله بدايه احداث كوارتر ثاني، براندون في بدايه الهجمه للنادي الاهلي، براندون سلم على طول عمر عزب، مروان سرحان على هاي بوست، عايز يلعب واحد على واحد، يروح يرتكز يلف يشوط ما ينجحش في التسجيل، لكن التيب ان او اللاست تاتش كده عملها عمر طارق، ينجح في تسجيل واضافه نقطتين ويفتتح بهم احداث الكوارتر الثاني. زون ديفنس النادي الاهلي، الاستيل حاضر على طول من عمر عزب، يجري على طول في مركز اثنين مع براندون، براندون في البنتريشن، براندون في الوصول لكن ما ينجحش في التسجيل، علي على طول ديفنسيف ريباوند يسلم لميدو طه، ميدو ميدو كده لكن سيطر على الكره، يسلم لدولا، هيثم كمان دولا مره ثانيه، دولا على الاوبن شوت في 3 بوينت، دولا ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، احمد عادل دولا ينجح في تسجيلهم عشان ده الفارق الى 28-17 للصالح النادي الاهلي. يبدا عزب على طول الهجم، عايز يلعب الانسايد عند عمر طارق، عمر طارق يتولى القبض على طول، علي احمد، عمر طارق هنا اوفنسيف فاول على عمر طارق، اوفنسيف فاول على عمر طارق، اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في احداث الكوارتر. والله حضرات عمر طارق كان فاول بالتحديد. عمر طارق اول اخطاء شخصيه. بدايه الهجمه عند دولا، ياخد الستاجر سكرين كده. لسه دولا مع الكره، مانتومان النادي الاهلي. مروان سرحان.
ميتو طه ميتو مع عمر عزم لدولا، دولا في البنتريشن من البيز لاين، دولا طلع كيك اوت لميدو طه، ميدو على 3 بوينت شوت لكن ما نجحش في التسجيل، يلم على طول عمر طارق ديفنسيف ريباوند، سيطر على الكرة عمر، سلم على طول لاوتلت عند براندون، براندون يبدا الهجمة براندون، براندون في 1 1 يستغل السرعة، راح براندون الكيك اوت عند عزب، عزب على 3 بوينت، عمر عزب ينجح في إضافة 3 نقاط كمان لصالح النادي الأهلي، 31-17 للنادي الأهلي. 8 دقائق 12 ثانية على نهاية أحداث فترة ثانية وكوارتر ثاني. يوسف شوشة يسلم على طول لدولا بالسكرين طلب له علي، بيك اند رول مع علي، علي في البنتريشن 1 اون 1 ستيب باك والميديم شوت وينجح في تسجيل وإضافة نقطتين لصالح نادي الاتحاد. 19-31 مباراة مثيرة، مباراة قوية، يمكن كانت متوسطة الأداء في أحداث جيم 1 لكن النهاردة قمة الإثارة والمتعة إن شاء الله تكلل بفوز النادي الأهلي. عمرو الجندي في البنتريشن لكن يحصل على خطا شخصي وفاول للصالح النادي الاهلي. سيف سمير على استعداد للدخول، وايضا ايهاب امين بدلا من براندون. وعمر طارق، عمر طارق خطا وحيد في احداث الكوارتر الثاني. تو شوتس ورا 200 حرتين للصالح عمرو الجندي. عمرو على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. 32-19 7 دقائق 42 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني وفتره ثانيه. فري ثرو ثاني نجح ايضا من عمرو الجندي. يبدا الهجمه على طول دولا. 8 نقاط نجح في تسجيلهم عمرو الجندي في احداث المباراه. كيك اوت على طول لهيثم، هيثم على 3 بوينت يشوط وينجح في تسجيل 3 نقاط. هيثم كمال كابتن نادي الاتحاد يعدي الفارق الى 22-33. ايهاب امين وسط سريعه فتاه عند عمرو الجندي في البيز لاين. لسه عمرو الجندي، عمرو على 3 بوينت، عمرو يشوط وينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول، والمره دي على مين؟ على دولا. ينجح فيه انه ياخد خطا شخصي بالثلاث رمات حره للصالح عمرو الجندي على 3 بوينت. ثلاث رمات حره لعمرو الجندي، 33-22 للصالح النادي الاهلي. حوار كده مع اللاتفي جاتس سالينز. 3 بوينت النادي الاهلي 12 محاولة نجح في تسجيل 4، أما نادي الاتحاد 12 محاولة أيضا نجح في تسجيل 4 بنسبة الفرقتين 33%. عمرو الجندي على الفري ثرو الأول والرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل. 10 محاولات للنادي الأهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 8 بنسبة 77%، الاتحاد 7 محاولات نجح في تسجيل 2 بنسبة 28%. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لعمرو الجندي لا يسجل. ثلاث رميات حره لعمرو الجندي والخطا الشخصي على احمد عادل دول. بيسو ثالث واخير لعمرو الجندي. 7 دقائق 7 ثواني على نهايه احداث الكوارتر الثاني. لا ينجح. اوفنسيف ريباوند على طول من مروان سرحان. لايهاب امين اوبن شوت ايهاب 3 بوينت ايهاب لكن ما بيسجلش. علي على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لميدو طه. ميدو في الاول زاويه. ميدو 1 ان 1 راح وصل لكن ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند عمرو الجندي ياخدها له كده من ميدو طه ويسيطر على الكره ويحمي. عاد عمرو الجندي، عمرو في الاختراقات، عمرو في الفلوتر، عمرو في التسجيل، عمرو في التو بوينت ينجح في تسجيل واضافه نقطتين كمان للصالح النادي الاهلي. 36-22 6 دقائق 40 ثانية. مايكل ديكسون يعود إلى أرض الملعب مرة ثانية. هنشوفه دلوقتي. دولا في الستيب في الفيد أواي ما ينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول بتروح الكورة لعمرو الجندي. عمرو في الفلوتر شوت للمرة الثانية لكن المرة دي إير بول حاول يدخلها كده ما تنجحش. يعمل على طول فاست بريك سريع لميدو طه اللي بيصل في الأخير ينجح في التسجيل لصالح نادي الاتحاد. 36-24 لصالح النادي الأهلي. 9 نقاط عمرو الجندي نجح في تسجيلهم في احداث الكوارتر الاول. وده مروان سرحان بالهاند اوف مع ايهاب امين. ايهاب في البنتريشن قال له سيف سمير بالسكرين. ايهاب قلب الملعب على طول مروان سرحان مره ثانيه لايهاب امين. عمرو الجندي يهوش حلو قوي. عمرو الجندي الباك باس كده لسيف سمير كيك اوت اكسترا باس
3 بوينت اوبن شوت عمرو الجندي ولا اروع، ينجح في اضافه 3 نقاط ولا اروع بهجمه منظمه على طول. كوتش احمد عمر يطلب تايم اوت بعد اضافه عمرو الجندي لثلاث نقاط في احداث الكوارتر الثاني على الفارق الى 39-24. ادي هنا البدايه، الباك باص استلم على طول سيف سمير، سيف سمير لا عليه ثلاثه استرف صح جدا، كان واخد عمرو الجندي البوزيشن بتاعه، الاكسترا باص عند عمرو الجندي، الاسيست عند عمر عزب، 3 بوينت عند عمرو الجندي، ثلاث نقاط ولا اروع لعمرو الجندي اللي نجح في تسجيل 11 نقطه كتوب سكورر في احداث المباراه. تايم اوت، تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. 39 للاهلي، 24 للاتحاد، 5 دقائق 44 ثانيه. اللي طلبه كوتش احمد عمر، توب سكور حتى هذه اللحظات في النادي الاهلي هو عمرو الجندي برصيد 14 نقطه وافشنسي او فعاليه 13، اما توب سكور النادي الاتحاد هقول لحضراتكم حالا دلوقتي عليه. توب سكور هو ميدو طه برصيد 7 نقاط، ليه على طول دولا باربع نقاط، اما النادي الاهلي توب سكور زي ما قلت لحضراتكم عمرو الجندي، يليه براندون ريجنالد، براندون تشيلدرس، ثم ايهاب مين باربع نقاط. عمر طارق ايضا 5 نقاط في احداث الكوارتر الاول والثاني. بدات الهجمه عند نادي الاتحاد بعد ثلاثيه عمرو الجندي بالاكسترا باص او الاسيست من عمر عزم، بدات الهجمه عند مايكل ديكسون، مايكل هيثم جمال ميدو طه، مايكل ديكسون علي وشوشة درايف كده وبنتريشن من ديكسون لكن ما بنجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول يتلم من هيثم، من سيف يروح ليه؟ ايهاب امين، ايهاب امين اكسترا باص لعمرو الجندي، عمرو الجندي طلب السكرين، هيلعب 1 1 مع هيثم كمان 1 1 يلف ويتكتس يسيطر على الكوره، معمول عليه دفاع ضاغط لسه عمرو الجندي، عمرو الجندي يسلم لايهاب امين، ايهاب على 3 بوينت، ايهاب لكن اير بول يلم على طول اوفنسيف ريباوند، روعه روعه باك ليب مروان سرحان، 2 بوينت جديده لاضافه لرصيد مروان سرحان اللي بينجح في تسجيل نقطتين ويبقى مسجل في احداث المباراه 6 نقاط. ميدو ضعف في البنتريشن لوحده خالص، حاول معاه سيف سمير في البلوك لكن ما بينجح، تزق كده الكره على طول عمر عزب يرجع لايهاب امين، ايهاب لسه ايهاب سيطر على الكره ما فيهاش حاجه، الحكم صفر قلبك باك زون، صفر وقلبك زون. انس اسامه يعود الى ارض الملعب يستعين به كوتش احمد عمر الاستفادة منه في الدفاع والسكند شوت في الاوت سايد للاتحاد، مان تو مان النادي الاهلي، استلم على طول انس اسامه يسلم على طول لمايكل ديكسون، مايكل في بدايه الهجمه بسكرين مع انس اسامه عدى مايكل ديكسون، مايكل ديكسون 1-3 مايكل ديكسون يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، سكند شانس زي ما قلت لحضراتكم عند انس اسامه، يطلع الكيك اوت ليوسف شوشه اللي بينجح في تسجيل ثلاث نقاط يوسع بدايه الفارق الى 41-27 لصالح النادي الاهلي، 4 دقائق 50 ثانيه متوقعه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. ايهاب امين في بدايه الهجمه، ايهاب امين في البنتريشن في الوصول لكن بلوك من انس اسامه، تصل الى عمر عزب في البيس لاين يشوط ما بينجحش في التسجيل، حاول معاه ايهاب امين مره ثانيه لكن هنا في خطا شخصي وفاول على ايهاب امين، خطا شخصي وفاول على ايهاب. براندون يعود الى ارض الملعب، كوتش اوجوستي رجعوا للتشكيله مره ثانيه، هل كان ايهاب امين او عمر عزب؟ ايهاب امين فعلا. شاور على الكوتش اوجوستي كده بيقول له نرجع زون ديفنس 2 3 ولا مان تو مان زي ما احنا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، لكن واضح كده انها مان تو مان، هنشوف لما نرجع.
عدى براندون من الاستجر سكرين او ديكشن، سلم الكرة على طول لميدو طه، ميدو خد سكرين من علي، ميدو في البنتريشن قلب الكرة على طول لعلي، علي في الوصول الى الباسكت، علي وراح، لكن هنا فيها شك انها جول في العادة ممكن توضح اكتر، لكن خلينا خلاص الحكام احتسبوها نقطتين 29-41. عمرو الجندي لسه، عمرو الجندي في البنتريشن، عمرو الجندي سيف سمير تحت الباسكت في الباك لاب، سيف سمير روعه الروعه ينجح في تسجيل نقطتين، سيف سمير 43-29 لصالح النادي الاهلي. 3 دقائق 55 سنه متوقعه نهايه الكوارتر الثاني. مايكل ديكسون يسلم على طول لعلي، علي في الدرايف واحد على واحد، علي في الوصول، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على مين؟ على واضح ان فيها ووكر، واضح ان فيها ووكر، لكن الخطا الشخصي للعاده اللي كنا بنقول لحضراتكم عليها، لكن الخطا الشخصي الاخير كان هو على مين؟ على مروان صفحي. تو شوتس ورا 200 حرتين لعلي، علي احمد لاعب نادي الاتحاد رقم 42. نقطتين نجح في تسجيلهم علي بثلاثه ريباوند، علي على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. 3 نقاط لعلي احمد. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه علي. ينجح ايضا في التسجيل. ده الفارق الى 43-31 لصالح النادي الاهلي. برادو في بدايه الهجمه، برادو سلم على طول بالهاند اوف مع مروان سرحان بالسكرين مع سيف سمير، براندو لمروان سرحان، مروان اون 3، مروان على 3 بوينت لكن ما بيسجلش، حاول مع سيف سمير لكن تصل الى يوسف شوشه في ديفنسيف روبوت، يقلب الملعب على طول لديكسون، ديكسون علق لمين؟ ليه؟ هنا في خطا شخصي على عمر عزم، كان عايز يعمل اليوب دانك كده مع انس اسامه لكن عمر عزم ارتكب خطا شخصي وفاول تجاه انس اسامه. الاتحاد بيطالبوا انها انا سبورتسمان لايك فاول، ديكسون وانس اسامه وعلي احمد، اعتقد كده في مراجعه ما بين في مراجعه الاي ار اس ما بين مارتنز كوسيفاكس من لاتفيا وجاتس سالينز من لاتفيا ايضا. براندون بيجمع فرقته على طول عشان يشوف، هنشوفها برضه في الاعاده هنا، هنا الكره هنا الاليوب دانك هنا اتجاه مين؟ اتجاه انس اسامه. عمر عزم ارتكب الخطا ورفع ايده وقال لك انا ارتكبت الخطا، لكن الاي ار اس هيأيد الخطا الشخصي العادي ولا الان سبورتسمان لايك فاول اللي بيطالبوا بيه لعيب الاتحاد؟ ده اللي هيحدده الاي ار اس دلوقتي. جاتش ومارتنز من لاتفيا يراجعون الاي ار اس. شوف، خلي بس الكاميرا مع الحكام نشوف القرار ايه. فاول احتسبوا مارتنز كوسليفاكس من لاتفيا، احتسب الخطا شخصي عادي. ويشرح لكوتش احمد عمر والاوتسايد لصالح نادي اوتسايد لصالح نادي 3 دقائق 25 سنه متوقع على نهايه احداث الكوارتر الثاني. يعود الاهلي الى الزون ديفنس 2-3، استلم على الهاي بوست، يقلب الملعب على طول لديكسون، ديكسون على 3 بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل، لكن هنا في صفره وخطا شخصي على مروان سرحان رقم 6. مارتنز بيقول ان مروان سرحان شد التيشيرت الخاص بانس اسامه، خطا شخصي وتو شوتس لصالح انس اسامه. 3 دقائق 19 ثانيه 43 الاهلي 31 للاتحاد. فري ثرو اول ورمي حره اولى لانس اسامه لا يسجل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه انس اسامه، نقطتين 3 ريباوند 1 اسيست. دي ارقامه في احداث الكوارتر الاول والثاني. انس اسامه فري ثرو ثاني ينجح في التسجيل، اصبح رصيده 3 نقاط. 43-32 لصالح النادي الاهلي. عمر عزب يخرج، احمد مهيب ينزل مكانه. وايهاب امين يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. ايهاب يبدا الملعب بمركز البوينت جارد، يبدا الهجمه مع عمرو الجندي، احمد مهيب، مروان سرحان، براندون وسيف سمير. براندون استلم الكرة بالري سكرين مرة ثانية، براندون سلم لمهيب، مهيب يعمل الفيك لكن هنا مخالفة المشي بالكرة وترافلينج، تيرن اوفر على النادي الأهلي لصالح نادي الأهلي. كوتشو جوستي بيشاور لهم، يقلب الملعب على طول ديكسون، ميدو طه
في الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه دي ايهاب. ايهاب بص كده على الكوتش وبص هنلعب ايه. ايهاب امين في البنتريشن لسه، ايهاب يسلم على طول للجندي، الجندي في الفيك في البنتريشن لكن اتعمل الستيل، لكن هنا في خطا شخصي وفاول، هنشوف الفاول على مين. اعتقد الفاول على انس وسام، انس وسام وخطا شخصي واوت سايد لصالح نادي هلا. أنس وسام خطأين شخصين، إيهاب أمين في البنتريشن، إيهاب في الوصول، إيهاب لكن ما ياخد فاول وخطأ شخصي بتو شوتس. إيهاب أمين ورميتين حرتين، وهو لحضراتكم الفاول والخطأ الشخصي على مين؟ تو شوتس ورميتين حرتين للصالح إيهاب أمين. 42 سنة متبقية على نهاية أحداث الفترة الثانية أو الكوارتر الثاني. 43-32 لصالح النادي الأهلي. انتهت احداث الفترة الثانية، هنقول لكم بعد التو شوتس، رميتين حرتين وفري ثرو اول لإيهاب امين لا يسجل. إيهاب امين 4 نقاط 3 ريباوند 0 اسيست، الفعالية بتاعته 4 في احداث الكوارتر الاول والثاني. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لإيهاب امين. ينجح في التسجيل. قلت لحضراتكم انتهت احداث الكوارتر الثاني في جيم 1 32 الاتحاد 36 الاهلي. مايكل ديكسون في بدايه الهجمه. مايكل الاهلي زون ديفنس علي على الهاي بوست، يلف ويشوط على الميديم شوت ما بيسجلش، يلم على طول براندون في الديفنسيف ريباوند، يهدى على ملعبه كده ويسلم لايهاب امين. ايهاب يعمل ران للبلاي او الخطه المتفق عليها في السيت بلاي. ايهاب امين في السكرين مع سيف سمير، ايهاب في البنتريشن، ايهاب بيك اند رول مع سيف، سيف راح وصل لكن ما سجلش، حاول معاه ايهاب لكن اتصل الى مايكل ديكسون في الديفنسيف ريباوند. يعطل كده ايهاب امين، يعمل الديلي للفاست بريك، يروح ديكسون في الوان ان وان ما بيسجلش، سيف سمير ديفنسيف ريباوند ويهدى على طول ويسلم براندون. براندون ريجنال تشيلدرس يبدا الهجمه، براندون ياخد السكرين، براندون لعمرو الجندي. عمرو الجندي لسه عمرو مع هيثم كمال في الوان ان وان، عمرو الجندي في البنتريشن بالفلوتر شوت لكن بعيده، يلم على طول مايكل ديكسون الديفنسيف ريباوند. لسه عمرو الجندي او لسه ديكسون يسلم لهيثم كمال، يهوش ويشوط على اوبن شوت 3 بوينت لكن قصيره، تلم على طول مهيب، مهيب في الاول زاويه، فص بريك سريع تصل الى الجندي، الجندي في الباور لاب يروح الجندي لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول علي، ارجع على طول ايهاب والستيل موجود من براندون، لا ما ينجحش في التسجيل. ايهاب امين اوفنسيف ريباوند واهدى على ملعبه، يرن بلاي او يلعب السيت بلاي مره ثانيه. 44-32 اخر دقيقه 22 ثانيه اعزائي المشاهدين. ايهاب امين، ايهاب الكيك اوت عند مهيب، مهيب اوبن شوت او 3 بوينت مهيب الخطير، ينجح في اضافه 3 نقاط، روعه الروعه مهيب بعد اسيست من ايهاب امين، ينجح مهيب في اضافه 3 نقاط ويعدل بيهم النتيجه ل 47-32. لسه الاهلي زون ديفنس على الهاي بوست، هيثم كمال، هيثم لعلي تحت الباسكت، كيك اوت لهيثم مره ثانيه اللي عايز يرد بالثري بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. براندون على طول ينجح في الديفنسيف ريباوند، عدى براندون لكن اتخطفت منه ميدو طه، رجع بيها مره ثانيه يسلم ويعدي قبل ال8 ثواني. الحكم قال 8 ثواني، لسه بقول يعدي قبل ال8 ثواني لكن روبرتو فاسكيز من بورتريكو قال انها 8 ثواني. 8 ثواني على النادي الاهلي وتغيير، هيخرج ديكسون من الاتحاد ينزل احمد عادل دولا. اخر 38 ثانية في عمر واحداث الكوارتر الثاني. استلم على طول ميدو طه بالسكرين، عدى ميدو طه في الميديم شوت ميدو لكن ما بينجحش في التسجيل. سيف سمير ولا اروع في الديفنسيف ريباوند، يلم على طول ويسلم ليه؟ عمرو الجندي 27 ثانية 26 ثانية 25 ثانية عندك هجمة كاملة. براندون لسه، براندون سكرين، براندون لسه، براندون ليه؟ مهيب، مهيب في البريتريشن، مهيب في الفلوتر ما بينجحش في التسجيل. سيف سمير اوفنسيف ريباوند وتراي على الباسكت ما بينجحش، لسه الهجمة. براندون، براندون
لسه براندون، لكن هنا ايه اوتسايد على النادي الاهلي. كوتش اوجوستو بيقول له خلاص ارجع 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 ارجع. الاهلي اكثر تنظيما، ثواني اخيره في عمره احداث كوارتر تاني. وادي هنا اوبن شوت لكن ما بينجحش في تسجيلها عشان تنتهي معها تغطي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 47-32. اعزائي المشاهدين، استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر ثاني وكوارتر ثالث، نعود فيه ليكم سريعا. ولكن الان سنذهب الى الاستوديو التحليلي بقياده كابتن هيثم وكابتن السلعاوه وكابتن امام عبد البديع ميشو. كابتن هيثم اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوف الكرام. اعزائي المشاهدين، رجعنا تاني لمباراه الكوارتر الثالث نهائي دوري السوبر والحيازه التبادليه لصالح نادي الاتحاد. واولى المحاولات عن طريق هيثم كمان لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من ايهاب امين، ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، احمد مهيب، براندون خماسي اللي بيبدا بيه كوتش اوجوستي. اما نادي الاتحاد هيثم كمان، دولا، مايكل ديكسون، علي احمد. وادي هنا البساط سريع عند مهيب في البيس لاين، اولى المحاولات، اولى التسجيلات، اولى الثلاثيات، ينجح احمد مهيب في اضافتها واضافه اولى نقاط احداث كوارتر ثالث عن طريق ثلاثيه احمد مهيب. يعود نادي الاهلي الى زون ديفنس مره ثانيه، واحده من الحلول السحريه للكوتش اوجوستي. بساط سريعه تنتهي في البيس لاين عند يوسف شوشه على اوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش، سكند شانس حاضر على طول عند هيثم كمال اللي بينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث لصالح نادي الاتحاد. 50-34 وانتهت احداث الكوارتر الاول 47-32. ايهاب امين لبراندون، براندون على الاوبن شوت، براندون على 3 بوينت ينجح في اضافتها، ثلاث نقاط ورصيد 11 نقطه لبراندون ريجنالد شيلدريس، 11 نقطه نجح في تسجيلهم براندون. الحيازه النادي الاتحاد عن طريق يوسف شوشه على الهاي بوست على طول هيثم كمال، هيثم يبحث عن الكيك اوت، يسلم لدولا، يروح له بالسكرين في التو مانز، يقلب الملعب على طول لديكسون، ميديام شوت ديكسون ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي في الديفنسيف ريباوند يبدا الهجم عمرو الجندي، توب سكور على النادي الاهلي وفي المباراه 14 نقطه عمرو الجندي. براندون، براندون، براندون في البنتريشن، الكيك اوت عند مهيب، مهيب على الاوبن شوت للمره الثانيه لكن هنا ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق هيثم كمال، يسلم في الاوتلت لدولا، شوشه، يوسف شوشه، يقلب الملعب على طول لدولا في الميدل، هيثم كمال على 3 بوينت لشوشه، على 3 بوينت يشوط وينجح في تسجيل ثلاث نقاط يوسف شوشه. ثاني المحاولات ليوسف شوشه في الكوارتر الثالث ينجح في تسجيل محاوله وحيده من اصل محاولتين. يوسف شوشه 9 نقاط في احداث المباراه. ري سكرين مره ثانيه من عمرو الجندي، ميديام شوت لايهاب امين اللي بينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفارق الى 37 مايكل ديكسون في بدايه الهجمه لدولا، دولا بالسكرين مع هيثم كمال، دولا بيك اند رول مع هيثم كمال، هيثم يروح لكن هنا البلوك الثالث المره دي من مين؟ من عمرو، عمر طارق بلوك امام هيثم كمال، عمل اثنين بلوك في الكوارتر الثاني والبلوك الثالث في احداث الكوارتر الثالث، الكوارتر الثاني عفوا. براندو لايهاب امين، ايهاب هاند باك، ايهاب في البنتريشن يلف ويرتكس، طلع كيك اوت لعمرو الجندي، عمرو الجندي يهوش حلو قوي، عمرو الجندي بالفلوتر لعب الاليوب دانك مع عمر طارق، اليوب دانك ولا اروع اسيست ولا اجمل من عمرو الجندي لعمر طارق، واحده من الالعاب اللي بتحمس الجماهير. وادي عمرو الجندي في الديفنسيف ريباوند بعد تراي كده من هيثم كمال ما بيرجعش في التسجيل، يلم على طول ايهاب امين. 57-37 اكبر فارق في المباراة ما بين الفريقين، وصل 20 نقطة هو هدف فرق. ايهاب امين وادي يقول ادي محاولة الاختراق والبنتريشن لكن خطأ شخصي وفاول على هنا ايهاب امين بيقول غيروني. ادي هنا الاليوب دانك عمرو الجندي، انا كنت فاكرها فلوتر لكن شفنا عمر طارق على طول من الاليوب دانك ينجح في تسجيل نقطتين. سلامات لايهاب امين، لا ايهاب امين قام الحمد لله سلامات طبعا، والفاول كان على احمد عادل دول الرقم 7 اوتسايد لصالح نادي الاهلي. ايهاب امين هو واقع كده طلب التغيير ولا كان بيشاور الحكم، بيقول له بيشاور الحكم باشاره معينه بس هو الحمد لله تمام. مارتنز حوار كده مع علي وعمر طارق،
إيهاب أمين 7 نقاط 7 رباوند 3 أسيست في أحداث الكوارتر الأول والثاني والثالث. استلم على طول إيهاب أمين في الأوتسايد، قلب نادي الاتحاد زون ديفنس، الكيك أوت عند مهيب، مهيب يهوش حلو قوي بالستيب باك، لكن المرشيد ثاني على مهيب، 2 تيرن أوفر على مهيب. إيهاب أمين بيقول له خلاص ارجع وخلي بالك من الأخطاء. يبدأ نادي الاتحاد الهجمة عن طريق مايكل ديكسون، يسلم لدولا. دولا تحت الباسكت في غفلة دفاعية من النادي الأهلي، ينجح. ينجح عبد الرحمن خالد في أول مشاركات وأول نقاط ينجح في تسجيلها عبد الرحمن خالد. عفوا إيهاب أمين في بداية الهجمة. سكرين مع عمر، عمر طارق، إيهاب في البنتريشن، إيهاب لسه إيهاب. على الكيك اوت على طول عمرو الجندي، عمرو الجندي بنتريشن من الميدل، عمرو الجندي بيمينه، عمرو الجندي علق الكوره زق كده عمر طارق، لكن عبد الرحمن خالد ديفنسيف ريباوند حاضر، بيسلم على طول في الاوتلت لديكسون، ديكسون في الدرايف، ديكسون على الخطا الشخصي على النادي الاهلي، خطا شخصي على النادي الاهلي. مايكل ديكسون 3 نقاط 2 ريباوند 1 اسيست، قاموا في المباراة علي لوحده خالص على 3 بوينت ما بيسجلش، مهيب على طول ديفنسيف ريباوند، يبدأ الهجمة على طول عن طريق إيهاب أمين. إيهاب، إيهاب أمين لسه إيهاب، إيهاب يسلم عمرو الجندي، عمرو الجندي لوحده خالص، طلع لبراندون، براندون تحت الباسكت عمر طارق في الوان ان وان، طلع كيك اوت عند عمرو الجندي، عمرو الجندي في البنتريشن، عمرو الجندي في الوصول، لكن هنا في ايه؟ هنا خلفة المشي بالكرة على عمرو الجندي وترافلين وترن اوفر جديد على النادي الاهلي. ترن اوفر النادي الاهلي حتى هذه اللحظات 10 ترن اوفر. مايكل ديكسون السكرين يعدي بالفلوتر شوت يروح يسجل نقطتين، مايكل ديكسون 5 نقاط نجح في تسجيلهم مايكل ديكسون. يبدا الهجمه على طول ايهاب امين 57 41 5 دقائق وانتصاف احداث وعمر الكوارتر الثالث في جيم 2 نهائي دوري السوبر لموسم 23 24. عمرو الجندي بالسكرين يعدي، عمرو الجندي في البنتريشن، عمرو الجندي يقف وعايز يسلم كده ليه عمر طارق، لكن تيرن اوفر ثاني على النادي الاهلي، يقلب الملعب على طول ليوسف شوشه، شوشه يروح على الباسكت لكن هنا خطا شخصي وفاول على ايهاب امين. على طول كوتش اوجوس يستدعي عمر عزب لتغيير ايهاب امين. لم يشارك حتى هذه اللحظات كريم حاتم ومحمد ابو النصر من النادي الاهلي وايضا محمود وليد، 3 لاعبين لم يشاركوا من النادي الاهلي في احداث المباراه هو محمود وليد، كريم حاتم، ومحمد ابو النصر. بيسوا اول رمية حرة اولى ليوسف شوشة ينجح في التسجيل 42 57. اما كوتش احمد عمر لم يشارك بس من ليس حتى هذه اللحظة. فري ثرو ثانية ورمية حرة ثانية في ليوسف شوشة اللي ينجح ايضا في تسجيل. بداية الهجمة عند عمرو الجندي. عمرو لاحمد مهيب. مهيب في البيز لاين عند عمر طارق يقلب الملعب مره ثانيه في الميدل والسكيب باس عند براندون على الهاي بوست لعمرو الجندي، عمرو الجندي لمهيب، مهيب يهوش حلو قوي بالستيب باك يعود مره ثانيه لكن هنا 3 ثواني جات السالينز من لاتفيا يحتسب تيرن اوفر و 3 ثواني على النادي دولا. يبدا الهجمه دولا 10 نقاط سجلهم النادي الاهلي. رحمن ليسي على الميديا بشوط يشوط لكن ما نجحش في التسجيل، يزق الكره كده عمر طارق لايهاب امين يبدا الهجمه مره ثانيه. 10 نقاط نجح تسجيلهم النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث. عدى عمر ايهاب امين سلم لبراندون، براندون لسه براندون مضغوط عليه، براندون يحاول يعدي طلع على طول لايهاب امين، ايهاب امين على 3 بوينت ايهاب من بعيد لكن ما نجحش في التسجيل، يحاول معاها كده مهيب لكن الكره لاست تاتش على نادي الاتحاد والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. مارتنز وروبرتو شاوروا بعض بعلامة الاوكي ان القرار صحيح. سيف سمير واحد من نجوم اللقاء النهارده
راندون بيس لاين كده يحاول يسلم الكره لمهيب لكن تتقطع عن طريق يوسف شوشه والاوتسايد مره ثانيه للنادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. براندون هيطلع الاوت يسلم على طول لمهيب. مهيب في البيز لاين لبراندون. براندون على اوبن شوت في 3 بوينت. براندون ينجح في تسجيل 3 نقاط لصالح النادي الاهلي، يوسع الفرق الى 60 43 9 15 نقطه نجح براندون في تسجيلهم النهارده في احداث جيم 2. يبدا على طول مايكل ديكسون لدولا. دولا على 3 بوينت ينجح في الرد سريع عند دولا على طول 46 60 لصالح النادي الاهلي. احمد عادل دولا 7 نقاط سجلهم في احداث جيم 2. استلم على طول عمرو الجندي يسلم لإيهاب امين مره ثانيه. مهيب لعمرو الجندي في السكيب باس. عمرو على الاوبن شوت في 3 بوينت. عمرو الجندي ينجح في تسجيل 3 نقاط النهارده عشان يوسع الفارق وستيل حاضر على طول من إيهاب امين اللي بيهدى على ملعبه مره ثانيه. إيهاب لسه إيهاب مضغوط عليه. إيهاب عمل جود ديفنس. إيهاب عدى بالسكرين لسه إيهاب مع الكوره. إيهاب في الميديم شوت. إيهاب لكن ما بينجحش في الوصول ان في تسجيل ويلم سكند شانس كده براندون وبمنتهى السهوله يضيف نقطتين لصالح النادي الاهلي باستخدام اللوحه على طول. كوتش احمد عمر يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي اللي وصل الى 65 46. ادي الكره اهي وادي 3 بوينت لعمرو الجندي. نكمل اللعب على طول عشان نشوف الستيل بتاع ايهاب امين. قطع الكره ازاي؟ ضغط على طول ايهاب امين وقدر يعمل الستيل وهدأ ملعب تايم اوت. عمرو الجندي الرصيد توب سكورر 17 نقطة عمرو الجندي في النادي الاهلي. براندون 15 نقطة. ايهاب امين 7 نقاط توب سكورر في النادي الاهلي. اما نادي الاتحاد يوسف شوشة 11 نقطة. دولا 7 نقاط. ميدو طه 7 نقاط. تعال نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. التايم اوت اللي طلبه كوتش احمد عمر. نسبه النادي الاهلي على 3 بوينت 25 محاوله نجح في تسجيل 10 بنسبه 40%. اما نادي الاتحاد 22 محاوله على 3 بوينت نجح في تسجيل 7 بنسبه 31%. فاول شوتنج شوط الاهلي 14 نجح في تسجيل 9 برصيد 64%. اما نادي الاتحاد 13 محاوله نجح في تسجيل 7 برصيد او بنسبه 53%. عدنا للمباراه مره ثانيه عن طريق مايكل ديكسون في بدايه الهجمه لنادي الاتحاد بعد الباسكت اللي سجله براندون. الكيك اوت عند عبد الرحمن اللي بيشوط على اوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل واضاف الثلاث نقاط لصالح نادي الاتحاد 65 49. عبد الرحمن خالد ينجح في اضافه ثلاث نقاط لصالح نادي الاتحاد. براندون في بدايه الهجمه يضغط على طول دولا عن طريق عمرو الجندي. عمرو الجندي قطع الهاي بوست زون ديفنس نادي الاتحاد 2 3. مهيب. مهيب لعمرو الجندي على 3 بوينت. عمرو الجندي 3 نقاط. 3 نقاط عمرو الجندي الرايق ينجح في تسجيلهم ويوسع الفارق الى 68 49 لصالح النادي الاهلي. مايكل ديكسون لعبد الرحمن خالد يقلب الملعب على طول عن طريق دولا. دولا في البنتريشن من الميدل. الكيك اوت عند علي لكن هنا يحاول مع عمرو الجندي نقطة وتخبط عمرو الجندي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. حاتم يشجع عمرو الجندي في تغيير في صفوف نادي الاهلي. عمرو الجندي من بعيد على بعد حوالي 2 متر من خط الثلاث نقاط ينجح في تسجيل 3 نقاط. خرج ايهاب امين نزل مكانه مروان سرحان وخرج عمر طارق ونزل مكانه كيجو. وادي 3 بوينت من دولا لكن ما بينجحش في التسجيل. لاست تاتش هنا لكن تصل الى براندون يهدى على ملعبه. براندون اللي مسجل 17 نقطه حتى هذه اللحظه. براندون استلم الكوره عاد انس وسام الى ارض الملعب مره ثانيه. براندون بالستاجر سكرين. براندون ستيب باك و 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. سكند شانس حاضر عند على طول كيجو. وادي عمرو الجندي للمره الثانيه. عمرو الجندي لكن ما بينجحش في التسجيل. عبد الرحمن خالد في ديفنسيف ريباوند. روح على طول ليوسف شوشه في
بسرعه، لكن عمرو الجندي ارتكب خطا شخصي تجاه يوسف شوشه. عمرو الجندي عنده 2 خطا شخصي، ادي الخطا الشخصي والفاول على يوسف على عمرو الجندي. صاد للاتحاد 68-49، دقيقة 15 سنة متوقعة لنهاية أحداث الكوارتر الثالث. دولا لعب رحمن خالد، هي اللي بالملعب على طول لأنس أسامة، واقف كده على الباسكت ما بيرجعش في التسجيل. كيجو ديفنسيف ريباوند ولا أروع. كيجو يبدأ الهجمة على طول، براندون ريجنالد الهاند أوف على طول مع مروان سرحان، لسه براندون يقلب الملعب على طول لمهيب، مهيب من البيز لاين على الثري بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل، يلم على طول مايكل ديكسون، مايكل يقلب الملعب لدولا، قطع له على الفاست بريك، يروح دولا لكن ما ينجحش في التسجيل وياخد بقى خطا شخصي وفاول تجاه مين؟ تجاه مروان سرحان. كوتش وجوزدي شوفوا مره ثانيه، مايكل ديكسون هنا قلب الملعب على طول كان جريله. هنا التحرك هو اللي عمل فاول يا مروان. فاول وخطأ شخصي على مروان سرحان. دو شوتس ورميتين حرتين لدولا. دولا على الفري ثرو الاول، الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل. ثالث الأخطاء الشخصية على مروان سرحان. ودولا 8 نقاط. ينجح في تسجيلهم. دولا على الفري ثرو الثاني ورمى الحره الثانيه دولا، لكن هنا نجح في التسجيل وهيخرج دولا وهينزل مكانه مين؟ طه. تغيير جرين كوتش احمد عمر والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. هيضغط نادي الاتحاد 39 سنه متوقعه لنهايه احداث كوارتر ثالث. براندون لعمر الجندي بالسكرين، عمرو مع كيجو لبراندون مره ثانيه. براندون طلب السكرين من كيجو راح له، لكن هنا اوفنسيف فاول على كيجو وخطا شخصي وخطا مهاجم على مصطفى كيجو والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. تقريبا هجمه كامله لصالح نادي الاتحاد، 25 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ميدو طه لانس اسامه، بساط سريعه تنتهي عند ديكسون لعبد الرحمن خالد، يطلع على 3 بوينت ويشوط وينجح في التسجيل. عبد الرحمن خالد 3 نقاط، ثاني الثلاثيات ينجح في تسجيلها عبد الرحمن خالد في احداث الكوارتر الثالث القادم من نادي سبورتنج. يبدا الهجمه على طول. براندون لكن هنا في خطا شخصي تجاه براندون عن طريق انس اسامه واوتسايد لصالح نادي الاهلي. انس اسامه 3 اخطاء شخصيه. اوتسايد تنتهي عند كيجو، كيجو على 3 بوينت كيجو، لكن في الثواني الاخيره تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 68-54. استراحه اعزائي المشاهدين ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع ونعود اليكم فلا تذهبوا بعيد. Thank you.
تاني اعزائي المشاهدين لبدايه الفصل الاخير والكوارت الرابع في جيم 2 نهائي دوري السوبر المصري موسم 23-24 بين الكاميرين الاهلي والاتحاد. انتهت احداث كوارتر ثالث بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 68-54 لصالح النادي الاهلي. ومس النادي الاهلي براندون مراد سرحان ايهاب امين كيجو ومهيب. اما خماسي نادي الاتحاد عبد الرحمن خالد وميدو طه يوسف شوشه. وهنشوف الثنائي المتوقع بعد هذا التبادليه لصالح الاهلاويه. كيجو يستلم على طول ويسلم بالهندوف على طول لبراندون بيبو يعود الى ارض الملعب. ديكسون ايضا متواجد في ارضه. براندون يضغط عليه يسلم بالهندوف لايهاب امين بالسكرين على طول عدى ايهاب امين في ال 1 1 عايز يعمل بيك اند رول بس ايهاب في البنتريشن ايهاب في الوصول ايهاب ينجح ايهاب انه ياخد خطا شخصي وفاول على عبد الرحمن خالد رقم واحد ومعهم ياتي التو شوتس والربيتين الحرتين. اولى المحاولات تنتهي بالتو شوتس لصالح النادي الاهلي على طريق ايهاب امين. واولى الاخطاء الشخصيه عن طريق عبد الرحمن خالد. فري ثرو اول لصالح ايهاب امين ينجح في التسجيل. طبعا نقاط ايهاب امين سجله في احداث المباراه 24 دقيقه 31 ثانيه الزمن اللي لعب النهارده ايهاب امين. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه ايهاب امين ينجح ايضا في التسجيل. يبدا مايكل ديكسون الهجم. مايكل مانتومان النادي الاهلي. مايكل ديكسون بالسكرين مع عبد الرحمن خالد. مايكل على الميديم شوت شوت وينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارت الرابع لصالح نادي الاتحاد. بدايه الهجمه عند ايهاب امين. ايهاب مع يوسف شوشه منتومان نادي الاتحاد بالسكرين عدى ايهاب امين لسه ايهاب يسيطر على الكره. ايهاب يطلع لبراندون. براندون في البنتريشن. براندون عدى براندون على براندون لكن ما نجحش في تسجيل سكند شانس عند مين؟ عند كيجو اللي بيطلع كيك اوت لمهيب لكن مهيب ما ينجحش في التسجيل في اولى محاولات الثلاث نقاط. لما الكره على طول نادي الاتحاد عن طريق ميدو طه عبد الرحمن خالد سجل ثلاث ثلاثيات في مده لعب. ميدو طه مع براندو لسه ميدو مسيطر على الكره عدى مع عبد الرحمن خالد لسه ميدو طه في البنتريشن لكن هنا في خطا شخصي على براندون واوت سايد للصالح نادي الاتحاد. خطا شخصي وفاول على براندون تشيلدرس. صعد لصالح نادي الاتحاد. طه هيطلع الاوت يسلم على طول لبيبو بالهاند اوف مع ديكسون سكرين مع عبد الرحمن خالد لسه ديكسون مع الكوره. ديكسون على الميديم. ديكسون شوت. ديكسون نجح. ديكسون في تسجيل محاولته الثانيه على 3 بوينت على طول. كوتش اوجوست يطلب تايم اوت بعد تقدم نادي الاتحاد وصل الفارق الى 70-58. سجل النادي الاهلي في احداث الكوارتر الرابع نقطتين اما نادي الاتحاد اربع نقاط. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. مروان سرحان احمد مهيب ايهاب امين وكيجو وبراندن. بس النادي الاهلي ما زال كما هو. يضغط نادي الاتحاد عن طريق مهيب او عن طريق عفوا ميدو طه
شوشه في ارض الملعب ايضا، ما كدكش المتواجد عبد الرحمن خالد وبيبو قفش الخماسي اللي كان نهبي قبل تايم اوت كوتش احمد. بدايه الهجمه على الطريق ايهاب امين، ايهاب لسه ايهاب منتومان نادي الاتحاد او النادي الاهلي مره ثانيه ليه زون ديفنس على نادي الاتحاد اللي هنشوفه دلوقتي مع كوتش اوجوسي بريتريشن من هنا في خطا شخصي وفاول تجاه يوسف شوشه لاعب نادي الاتحاد لصالح براندون شيلدرس. براندون وتو شوت صوره 200 حرتين لصالح براندون. براندون 17 نقطه 5 ريباوند 3 اسيست قاموا في المباراه. براندون على الفري ثرو الاول. براندون ينجح في تسجيل فري ثرو اول ورمي حره اولى. صور جانبي ما بين كوتش احمد الجرح وما بين كوتش اوجوستي. فري ثرو ثانيه ورمي حره ثانيه. براندون ينجح في التسجيل ايضا الفري ثرو ثانيه ورمي حره ثانيه. 72 58 لصالح النادي على بدايه الهجمه. نادي الاتحاد مايكل ديكسون سكرين من بيبو عدى ديكسون سلم ميدو طه ميدو في البنتريشن سلم لبيبو بيبو بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين احمد ابو العيله بيبو. ده الفارق الى 72 60 لصالح النادي الاهلي. بدايه الهجمه عنده ايهاب امين. ايهاب سكرين مع مروان سرحان لكن هنا في ايه؟ في هنا خطا شخصي وفاول على مروان سرحان. تقدر تقول عليه كده فاول مجاني. فاول مجاني. سيف سمير يعود الى ارض الملعب على مكان كيجو عن مروان سرحان. ده اللي هنشوفه. مروان سرحان ثلاث اخطاء شخصيه. ديكسون في السيت بلاي نادي الاتحاد. كيجو هو اللي خرج ونزل مكانه سيف سمير. لسه ديكسون. ديكسون في الميديم شوت ديكسون وينجح في تسجيل نقطتين كمان. ده الفارق الى 10 نقاط 72 62 لصالح النادي الاهلي. سيف سمير والله في توقف كده للملعب. في حاجه هل الساعه كما كان في جيم 1 لكن استأنفنا اللعب. خلاص بدا ايهاب امين الهجمه. ايهاب بالسكرين مع مروان. ايهاب على الميديم شوط. ايهاب على الكيرف لكن المره دي ما نجحش في تسجيل. ديفنسيف ريباوند عند ميدو طه. ميدو في البنتريشن يسلم لمايكل ديكسون. مايكل طاح له بيكو بالسكرين عدى مايكل ديكسون هيشوط والله يطلع كيك اوت لعبد الرحمن خالد. عبد الرحمن لميدو طه. الاهلي قفل على الثلاثيات نادي الاتحاد لكن عبد الرحمن خالد يحل الموقف في الميديم شوط ويشوط وينجح في التسجيل ويضيق الفارق الى 8 نقاط لصالح نادي الاهلي. 62 4 64 72 لصالح نادي براندو. براندو لسه براندو. براندو 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 في البريتريشن يلف ويرتكز طلع كيك اوت عند ايهاب امين. ايهاب امين لبراندو مره ثانيه على اوبن شوت. ايهاب براندو لكن ما بنجحش في التسجيل لما على طول يوسف شوشه. اعتقد في استعداد كده لعمرو الجندي والله لسه كنت بقول عمرو الجندي يستعد للنزول. ديكسون ديكسون في الميديم شوت. ديكسون رابع المحاولات لمايكل ديكسون. اربع محاولات على الميديم شوت من بدايه احداث الكوارتر الرابع لم يخفق في اي محاوله في الميديم شوت مايكل ديكسون. على طول كوتش اوجوس يطلب تايم اوت بعد يعني خلاص الفارق قل ووصل الى 72 66 ست نقاط هو الفارق وكان اعلى فارق ما بين الفرقتين كان 20 نقطه لصالح النادي الاهلي. تايم اوت. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
القائمة اللي طلبوا الكوتش أوجوستي، سيف سمير، براندون، إيهاب أمين، عمرو الجندي بدل من أحمد مهيب، وعمر طارق راجل أيضا في أرض الملعب بدل من مروان صلحة، أحمد أبو العلا بيبو، عثمان خالد، ديكسون. في تعليمات من جاتس ومارتنز من لاتفيا، الكوتش أحمد عمر والكوتش أوجوستي. طه أنس وسام عودة لأرض الملعب، كان عبد الرحمن خالد، ٧٢ الأهلي، ٦٦ الاتحاد، ٦ دقائق ١٢ ثانية يضغط نادي الاتحاد في البريس فول كورت، يستلم على طول عمرو الجندي ويقوم هو بدور البوينت جارد أو صانع الألعاب، يبدأ عمرو الجندي، أحمد عمر على طول ينزل له يوسف شوشة في الديفنس، عمر طارق وان ان وان، عمر طارق الباك سبين يستخدم اللوحه يروح على الباسكت ما يسجلش، يلم انس اسامه بعد تراي كده من سيف سمير اللي بينجح وبيلم الريباوند ويسلم على طول في الاوتلت لميدو طه، ميدو بالسكرين مع انس اسامه، ميدو في البنتريشن يلف ويرتكز ويسلم لانس اسامه، انس حاول يلعب واحد على واحد مع سيف سمير، انس اسامه، انس راح بالهوك انس لكن ما يسجلش، لكن بيجو على طول يحسم الجدل بالديفنسيف ريباوند ويسلم لبراند، يبدا براندو الهجم، براندو السكرين عدى براندو، براندو في البنتريشن، براندو لكن خد بلوك كده وعلى طول من وراه ياتي عمر طارق بالدنك والفولو دنك وينجح في تسجيل نقطتين يعدل بيهم النتيجه الى 74-66، 8 نقاط هو الفرق اللي صالح النادي الاهلي. ديكسون، ديكسون من تمان النادي الاهلي، يقابله على طول سيف سمير يقلب الملعب لبيبو، بيبو السكيب باس عند يوسف شوشه، يوسف يسلم لبيبو بالهوك، بيبو لكن ما ينجحش في التسجيل، يزق على طول عمر طارق لايهاب امين، يهدى على ملعبه ايهاب امين، كوتش اوجوستي بيقول له اهدى اهدى والعب العب اللعبه للاخر. 74-66 ايهاب امين، ايهاب بالسكرين، ايهاب، ايهاب في البنتريشن، ايهاب سلم على طول لسيف سمير، سيف سلم لعمر طارق، عمر طارق يلف ويرتكز، عمر طارق نقطتين كمان لعمر طارق، البيك او يتالق النهارده وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، عدل النتيجه على 76-66. مايكل ديكسون، مايكل يقلب الكره لميدو طه، ميدو في الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق ايهاب امين، تايم اوت جه في وقته، تايم اوت عدل صفوفه، قدر ينجح بيه كوتش اوجوستي في تعديل صفوفه ونقاطه، يعني فرق من 6 نقاط رفع تاني او ارتفع تاني الى 10 نقاط. عمرو الجندي لسه عمرو الجندي عمرو بالبنتريشن، عمرو راح عمرو لكن هنا اتعمل له بلوك من يوسف شوشه، تصل الى انس اسامه، انس اسامه يحاول معاه انس اسامه، سيف سمير لكن لاست تاتش على سيف سمير ولا اوت سايد لصالح نادي الاهلي. الكره الاخيره هنا وادي الفولو دانك، أو هنا الباص هنا سيف سمير باك سبين او باك بيفوت اوت سايد لصالح نادي الاتحاد اوتسايد. لسه الاهلي مان تو مان، ميدو طه سلم على طول مايكل ديكسون، مايكل لسه مايكل مضغوط عليه يستلم ايهاب امين لكن على طول من براندون من وراه، براندون وادي هنا بلوك من انس اسامه والحكم قال مفيش حاجه، كمل على طول ميدو طه في الاول زاوية، ميدو طلع كيك اوت عند شوشه، شوشه في الاوبن شوت على الثري بوينت ما يسجلش، تصل الى شوشه مره ثانيه لكن هنا في خطا شخصي وفاول على براندون رقم 1. يوسف شوشه هنا جت في سن الحلقه وصلت عند يوسف شوشه مره ثانيه، خبطت في بيبو وتصل لشوشه لكن فاول هنا على براندون رجع. انس يعود النادي الاهلي الى زون الفنس مره ثانيه، عبد الرحمن خالد يجري التغيير وينزل مكان انس اسامه، سجل 8 نقاط عبد الرحمن خالد منهم 2 3 بوينت محاولتين نجح في تسجيلهم ايضا، استلم على طول لكن لسه حاضر على طول من عمرو الجندي، يبدأ الهجمة على طول ايهاب امين، ايهاب يبدأ ملعبه بص على كوتش اوجوستي ويشوفوا اللعبة اللي هيطبقوها في السيت بلاي 5 on 5. ايهاب سكرين، ايهاب عدى ايهاب لكن هنا في ايه، في صفرة هنا وفاول اعتقد على ميدو طه،
3 دقائق 19 ثانيه 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. مهيب متواجد على ارض الملعب، 3 الاخطاء الشخصيه على النادي. شوف مره ثانيه خطا على ميدو تو شوتس. تكنيكال فاول على، نشوف تكنيكال فاول ولا انا سبورتس. شوطه واحده يبقى تكنيكال فاول، تكنيكال فاول على نادي الاتحاد، لكن ما عرفناش مين، هل هو على اللاعب، هل هو على البنج، هل هو على الكوتش، ما عرفناش مين، لكن هو متواجد تكنيكال فاول. ميدو طه يخرج ينزل دولا مره ثانيه. 76 66 وانس اسامه على التغيير ايضا، استلم عمرو الجندي ويبدا الهجمه 14 ثانيه جديده، ياخد سكرين من عمر طارق، لسه عمرو الجندي، عمرو الجندي في البنتريشن، عمرو الجندي في الوصول، لسه حاول معاه مره ثانيه لكن تصل الى عبد الرحمن خالد، سلم بدور الدوله، يبدا دوله الهجمه. في حاجه سلامات، نشوف بسرعه كده في ايه. اطمئن على عبد الرحمن خالد، سلامات عبد الرحمن، سلامات لعبد الرحمن خالد، او ده يوسف شوشة، عفوا يوسف شوشة، سلامات ليوسف شوشة، واحد من نجوم نادي الاتحاد. نزلوا الطاقم الطبي حتى اللعيبه وقفت على طول دون، هل في اصابه في الوجه او ايه، ان شاء الله نطمن ويقوم بالسلامه. مهيب متواجد معاه للاطمئنان، سلامات ليوسف شوشة، واضح ان في اصابه في الوجه، طريقه المظاهر والقطن اعتقد ان في اصابه في الوجه. عمل الاسعافات الاوليه، سلامات طبعا لنجم نادي الاتحاد ومنتخب مصر يوسف شوشة. ان شاء الله نطمئن عليهم ونقوم بالسلامه. الحاج محمد صبحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، دكتور مجدي ابو فخر رئيس الاتحاد المصري لكره السله، كابتن خالد الغوصي عضو مجلس الاداره، وكابتن محمد ايهاب محسن عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، قاعدين في الماسوره الرئيسيه المتواجده في ارضيه الملعب لمشاهده المباراه. كل السلامات والامنيات الطيبه لنجم نادي الاتحاد يوسف شوشة. انتظار اطمئنان على يوسف شوشة واستكمال المباراة. كابتن حسام مجاهد هنا، كوتش احمد عمر بيلقي التعليمات او بيعطي التعليمات ليوسف شحاتة. وسبعين 66 لصالح النادي الاهلي، 3 دقائق 5 ثواني على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة. وحوار باسم كده مع كوتش اوجوستي. ما زلنا في انتظار استكمال المباراه، والاطمئنان ايضا على يوسف شوشة. ونعود للمباراه وان شاء الله نطمن كل جماهير الاتحاد على نجمهم الكبير ونجم منتخب مصر يوسف شوشة. استكمالا للقاء نرجع للاحداث مره ثانيه. الكره في حزب الاتحاد، بيبو يسلم لمايكل ديكسون، مايكل لسه مايكل في البنتريشن، مايكل ديكسون، مايكل طلع كيك اوت عند دولا، الاكسترا باص عند عبد الرحمن خالد على الاوبن شوت في 3 بوينت. عبد الرحمن خالد 3 محاولات لعبد الرحمن خالد نجح في تسجيلهم على 3 بوينت، ده الفرق مره ثانيه الى 76 69. الكره في حزب النادي الاهلي، قام شوشة بالسلامه، سلامات يا شوشة، استلم على طول عمرو الجندي، الجندي لسه، الجندي يبحث عن ايهاب امين، لسه عمرو الجندي معاه دولا، عمرو الجندي، عمرو الكيك اوت عند ايهاب امين على 3 بوينت، ايهاب امين يرد رد سريع على طول على عبد الرحمن خالد ويوسع الفارق مره ثانيه الى 10 نقاط. 79 69 جماهير النادي الاهلي حاضره متعده لمؤازره الفرق، فرق النادي الاهلي
عدى دولا بالسكرين، دولا في البنتريشن، دولا على الكيك اوت لعبد الرحمن خالد مره ثانيه، عبد الرحمن خالد في 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل، سكند شانس حاضر عند مين؟ عند بيبو، لكن بينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول. ادي هنا الكره الاخيره لهاب امين وبيبو ينجح، احمد ابو العلا بيبو لاعب نادي الاتحاد ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على عمر طارق بتو شوتس بعد باك لي اب كده، وتو شوتس ورا 200 حرتين لصالح نادي الاتحاد. شوت صار 200 حرتين ليه احمد ابو العلا بيبو. ١٣ دقيقه 25 ثانيه لعبهم احمد ابو العلا بيبو ونجح في تسجيل نقطتين حتى هذه اللحظه. ريسو اول ورابع حره اولى لاحمد ابو العلا بيبو ينجح في التسجيل. 205 ثواني متبقيه على نهايه احداث الفتره الرابعه والكوارت الرابع والمباراه. ريسو ثاني لبيبو يسجل، عمر طارق يلم تصل الى ايهاب امين، يبدا الهجمه ايهاب امين، ثواني اخيره او دقيقتين اخرى متبقيه على نهايه المباراه. ايهاب لسه معاه الكوره يسلم لعمر طارق، عمر طارق يروح على طول عمرو الجدي يستلم الهاند اوف راندوم يقول له كابتن مايكل ديكسون في المان تو مان. لسه عمرو الجدي، عمرو الجدي، عمرو الجدي 3 بوينت عمرو الجدي ما ينجحش في التسجيل، يلم دول على طول ديفنسيف ريباوند. 9 نقاط هو الفرق لصالح النادي الاهلي. دولا في الكيك اوت لياسر صالح اللي لسه نازل مره ثانيه لديكسون، يقلب على طول لبيبو، بيبو على 3 بوينت في الاوبن شوت ينجح في تسجيلها، ثلاث نقاط ينجح في تسجيلهم بيبو ويداي الفرق الى 6 نقاط لصالح نادي الاهلي. براندو يسلم الكره على طول لعمر طارق، عمر طارق يروح في الاول ذا واي عمر طارق ويسلم لسيف سمير لكن بيرتكب معاه خطأ شخصي وفاول لصالح. الفرق إلى 6 نقاط. بيبو الثلاثية الأخيرة اللي ده بيها الفرق إلى 6 نقاط بعد ما كان الفرق 9 نقاط لصالح النادي. يعود أنس أسامة إلى أرض الملعب في تغيير كوتش أحمد عمر، يخرج عبد الرحمن خالد. أوتسايد أهلاوي. براندون هيطلع الاول. دقيقة و10 ثواني متوقعة لنهاية المباراة. علق الكرة على طول لعمر طارق. عمر طارق لسه عمر طارق لعمرو الجندي. عمرو معايا ياسر صالح. عمرو الجندي يحاول يعدي. عمرو في البنتريشن عمرو في الوصول عمرو لكن ما يرجعش في التسجيل وياخد فاول وخطأ شخصي بتو شوتس. هل هي كاونت؟ هل هي كاونت؟ في مراجعة كده مع الحكام هنشوف ايه اللي هيحصل. اعتقد هيشوف الاي ار اس. لا بيستدعوا روبرتو فاسكيز. اجتماع ثلاثي ما بين جايتس ومارتنز وروبرتو فاسكيز. اعتقد خلاص هيحسبوها تو شوتس. شوت ورا 200 حرتين لعمرو الجندي زي ما قلت لحضراتكم، وخروج لانس اسامه 5 اخطاء شخصيه ونزول عبد الرحمن خالد من نادي الاتحاد. تو شوت لصالح عمرو الجندي. عمرو الفري ثرو الاول الرامي الحره الاولى 58 ثانيه او 57 ثانيه عمرو ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول الرامي الحره الاولى. ثانية ورمية حرة ثانية لعمرو الجندي. ينجح أيضا في التسجيل. تايم أوت يطلبه كوتش أحمد عمر. تعالوا نسمع التعليمات ونرجع
نستمتع بالاداءات ونرجع لحضراتكم مره تانية. تايم اوت اللي طلب الكوتش احمد عمر. نرجع للمباراه مره تانية. واحد وثمانين 73 لصالح النادي الاهلي. 8 نقاط هو الفارق لصالح النادي الاهلي. الحيازه نادي الاتحاد في نصف ملعب النادي الاهلي. عمر طارق، سيف سمير، زاندون، ايهاب امين، وعمرو الجندي، خماسي النادي الاهلي متواجد على ارض الملعب. نادي الاتحاد بعد خروج انس اسامه، بعد انس اسامه دولا، مايكل ديكسون، يوسف شحاته، عبد الرحمن خالد، واحمد ابو العلبي. اوت سايد للاتحاد 14 ثانيه زمن الهجم. ستيل مايكل ديكسون، مايكل سيطر على الكره. مايكل لسه الكره معاه. مايكل ديكسون، مايكل عدى بالسكرين مع عبد الرحمن خالد. مايكل ديكسون سلم على طول يوسف شحاته. اخر 45 ثانيه يوسف بالدراي كده على الباسكت لكن ما ينجحش في التسجيل، وخطا شخصي وفاول على سيف سمير. شخصي وفاول على سيف سمير. تو شوتس ورا 200 حرتين ليوسف شحاته. عمرو الجندي اللي كان في الصوره 22 نقطه نجح في تسجيلهم في احداث المباراه. ما بين كوتش احمد عمر وروبرتو فاسكيز من بورتريكو. بقول له هنا شد الحلقه، هل هي اكاونت ولا لا؟ لكن هو خلاص. شوف كده خماسي النادي الاهلي بيلقوا التعليمات لبعض، ودخل معاهم مايكل ديكسون في النص بيسمع ايه اللي بيقولوه. خرج عبد الرحمن خالد، تغيير جري كوتش، تغيير جري كوتش. احمد عمر نزل مكانه ياسر صالح، وتو شوتس ليوسف يوسف شحات. يوسف شحات على الفري ثرو الاول و42 ثانيه ينجح في التسجيل. فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه ليوسف شحاته. 42 ثانيه و43 ثانيه بالتمام والكمال على نهايه احداث الفتره الرابعه والمباراه. 81-74 لصالح النادي الاهلي. يوسف شحاته والفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. عمر طارق وقع، سلامات يا عمر. قام مره ثانيه يبدا الهجمه عن طريق ايهاب امين. ايهاب اخر 37 ثانيه. ايهاب لسه، ايهاب لسه، ايهاب عدى بالسكرين لسه. ايهاب، ايهاب في البنتريشن، ايهاب في الوصول، ايهاب في الباك لاب ما بينجحش في التسجيل. تصل الى سيف سمير، لسه سيف بيعمل عليها الدايف لكن تصل الى مايكل ديكسون. مايكل في البيهايند باك في الاول زاوية. مايكل راح بشماله سجل نقطتين. كوتش اوجوس بيقول لهم اهدوا شويه. 81-75 يستلم عمر طارق على طول. عمر طارق يعدي لكن هنا خطا شخصي وتو شوتس لعمر طارق. ده الفارق الى 4 نقاط.
تو شوتس ورميتين حرتين لعمر طارق. عشر نقطة عمر طارق سجلهم نجح فيه. الحصول على 11 ريباوند وتغييره كبير. كوتش احمد عمر 11 ثانية و8 اجزاء من الثانية. خرج عبد الرحمن، نزل عبد الرحمن خالد وخرج ياسر صالح. تو شوتس لعمر طارق. عمر طارق في سلو اول لا يسجل. تجنهم يا عمر. في سلو ثانية ورمية حرة ثانية لعمر طارق. ينجح في التسجيل على طول في تايم اوت. تايم اوت يطلبه كوتش احمد عمر امامه 11 ثانيه يتسع الفرق الى 5 نقاط. 11 ثانيه متبقيه. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه كوتش احمد عمر. 11 ثانيه متبقيه على نهايه احداث المباراه والحيازه لصالح نادي الاتحاد. 5 نقاط هو الفرق لصالح النادي الاهلي. اوتسايد للاتحاد يوسف شوشه، عبد الرحمن خالد، مايكل ديكسون دولا واحمد ابو العلا بيبو. رباعي من الخماسي يجيد التصويب على 3 بوينت. طلع على طول السلام مايكل ديكسون لكن السير عمله ايهاب امين وتطلع اوتسايد ما لحقهاش واوتسايد لصالح نادي الاهلي. يضغط النادي الاهلي مره ثانيه. 22 نقطه سجلهم عمرو الجندي كتوب سكورر النهارده في احداث المباراه. مايكل ديكسون بدايه الهجمه. مايكل ديكسون، مايكل في البنتريشن، مايكل في الوصول، مايكل عدم التسجيل لكن الفولو دانك عن طريق احمد ابو العلا بيبو عشان يدهي الفارق الى 79-82. يضغط نادي الاتحاد، براندون يسلم على طول ايهاب امين يقلب الملعب. خلاص انتهت احداث كده. ما شافش عمرو الجندي الكوره خبطت في وجهه. وهل انتهى التايم ام في فاول؟ هنا خلاص 82-79 و الحكم بيقول متبقي ثانية وحيدة. حكم المباراة بيقول متبقي ثانيتين على اللوحة قدامنا، 2 و4 أجزاء من السنة. 2 و4. وهنا في خطأ شخصي لبراندون وتو شوتس لبراندون. براندون فري ثرو أول ورمية حرة أولى 82-79. ينجح في التسجيل. 4 نقاط هو الفارق لصالح النادي الأهلي. فري ثرو ثانية ورمية حرة ثانية لبراندون ريجنالد. 2 و4 أجزاء من السنة زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا الشاشة. ريسلو تاني لا يسجل. خلاص انتهت أحداث المباراة بفوز النادي الأهلي ومعادلته البيست اوف 5 1-1. فوز النادي الأهلي بنتيجة 83-79 والمعادلة 1-1 واللجوء إلى المباراة الثالثة إن شاء الله يوم الثلاث في نفس الملعب في نفس المكان الساعة 8 مساء باستاد القاهرة الصالة رقم 1. أعزائي المشاهدين، 1,000,000 مبروك النادي الأهلي، حظ أوفر لنادي الاتحاد. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. والآن نطير سريعا إلى الاستوديو التحليلي بقيادة كابتن هيثم وضيوف الكرام كابتن سلعاوة والكابتن إمام عبد البديع مشو. كابتن هيثم إليك الميكروفون. Thank you.